السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. وزارة التربية والتعليم تلشن خدمة الدروس المركزية التفاعلية. وزارة الصحة تعلن عن تغيير ساعات العمل بالمراكز الصحية مطلع أبريل القادم. ومعهد التنمية السياسية يطلق محاضرات توعوية إلكترونية للجمهور. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. دشنت وزارة التربية والتعليم خدمة تعليمية جديدة، وهي خدمة الدروس المركزية التفاعلية، وذلك بحضور الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين والمختصين في الوزارة، حيث يتولى معلم المادة تقديم درس موحد مركزي للطلبة ضمن منظومة تيمز، ويشارك في إعداد هذه الدروس وتقديمها مجموعة من المعلمين المختصين يقومون بالرد على أسئلة الطلبة. وأشار الوزير بهذه المناسبة إلى أن هذه الخدمة الإضافية الجديدة تثري وتعزز الخدمات التي تم تفعيلها في الأسابيع الماضية عبر المدارس من خلال البوابة التعليمية وضمن المحتوى التعليمي الرقمي، إضافة إلى الدروس المرئية عبر القناة التلفزيونية و14 قناة على اليوتيوب، وذلك حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للأبناء الطلبة وتنويع وسائل التعلم بما يمكنهم من متابعة الدراسة في المنزل والتفاعل مع معلميهم، مشيدا بجهود المعلمين والمختصين والإدارات المدرسية وكافة القائمين على العملية التعليمية في أداء مهامهم على أفضل وجه. وبدورها أكدت الأستاذة نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم في اتصال هاتفي في أخبار الثالثة إلى أنه تم تخصيص فصول مركزية داخل التطبيق تساعد على المناقشة المباشرة بين الطالب والمعلم. احنا اللي تم تدشينه اليوم كان عبارة عن اللي هو الاستفادة من الشراكة مع شركة مايكروسوفت. مثل ما ذكرت احنا لدينا العديد من الخدمات، احد الخدمات الاوفيس 365 العديده اللي هي غير طبعا كل جميع خدمات الاوفيس والبريد الالكتروني، برامج كثيره مثل السوي والفورم، عندنا اللي هو تطبيق خاص اللي هو تطبيق التيمز، وتم استخدامه من سنوات طويله في المدارس خصوصا في المجال الاداري. نعم. الان نتيجه هذه الازمه طبعا ولان طلباتنا لا يذهبون الى المدارس، كان لابد من التفكير في حال يتناسب مع هذه الازمه. نعم. فبناء على التوجيهات تم انشاء فصول مركزيه. في هذه الفصول يتم اللي هو توفير الشرح المباشر من قبل المعلم، بالإضافة للمناقشات والأنشطة والتطبيقات لقياس أثر التعلم. طبعا احنا يعني على العكس نشوف ان هاي التعدد يعطي مجال اكبر لمزيد من العدالة للطلبة ويستفيدون من جميع هالخدمات، وهي ما تتعارض مع بعضها البعض، فحتى الطلبة اللي يدخلون معانا بالفصول الدراسية المركزية. نعم. يقدرون يحصلون طبعا في هالفصول على دروس موحدة، لكن ايضا بامكانهم يوصلون وتواصلون مع معلمين في البوابة التعليمية. نعم. يستفيدون من الموارد التعليمية المتاحة على محتوى التعليم الرقمي وايضا على اليوتيوب. نظرا إلى الظروف الراهنة وبهدف تنظيم كفاءة العمل بالرعاية الأولية، أعلنت وزارة الصحة عن تغيير ساعات العمل بالمراكز الصحية التالية، وذلك ابتداء من الأول من شهر أبريل المقبل.
هذا وأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اتخاذها عدة إجراءات لتسهيل استيراد وترخيص وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية، وذلك لضمان سرعة دخولها وتداولها في مملكة البحرين، وذلك في إطار التعاون وتسريع تمرير الطلبات في ظل الظروف العالمية الصحية الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وصرحت الدكتورة مريم الجلهمة رئيس تنفيذي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن جميع طلبات الأدوية الموافق عليها كتسجيل مؤقت مسبقا تم تمريرها سنة أخرى، كما أن أي أدوية غير مسجلة مطلوب استيرادها من قبل الوكلاء سيطبق عليها نظام التسجيل المؤقت من دون الحاجة إلى التسجيل الكامل في هذه الفترة ولمدة عام. كما أصدرت الهيئة تعميما لجميع الوكلاء بأنه سيتم تمديد جميع الطلبات السابقة والتي انتهت تواريخ الموافقة عليها إلى سنة أخرى إضافية، حيث أنه يمكنهم الاستيراد عبر التقديم لنفس الطلبات. كما أصدرت الهيئة تعميما للوكلاء بأن أي أدوية مطلوب استيرادها لمملكة البحرين ستخضع للتسجيل المؤقت لمدة عام كامل إلى حين إتمام إجراءات التسجيل الكامل، حتى تتاح الفرصة لاستيراد جميع مستلزمات الهيئة عبر هذه الآلية. حرصا من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على المحافظة على صحة موظفيها وعملائها وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، دعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من خدمات بطاقة الهوية لتقديم معاملاتهم عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. وأكدت الهيئة أن كافة الطلبات المقدمة إلكترونيا سيتم إيصالها فقط عبر خدمات بريد البحرين حال إنجازها، وأوضحت أن الخدمات غير المدرجة إلكترونيا وتستدعي الحضور الشخصي يمكن إنجازها في مركز خدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى ومركز بطاقة الهوية في ميناء سلمان للأجانب. وأعلنت الهيئة في هذا الإطار عن تعديل ساعة العمل مراكز خدمات بطاقة الهوية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 29 من شهر مارس 2020 حتى إشعار آخر، إذ سيعمل مركز مدينة عيسى وميناء سلمان من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. مملكة البحرين تشارك في فعالية ساعة الأرض. أعلن المعهد البحريني للتنمية السياسية عن تدشين برنامجه الإلكتروني الجديد بعنوان الوعي السياسي، والذي يحتوي على سلسلة من المحاضرات المجانية التي تعتمد على تقنية المعلومات في التواصل مع الجمهور، وذلك في إطار الالتزام بمنع التجمعات بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا وتمشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة انتشار واحتواء الفيروس، وحرصا من المعهد على مواصلة تأدية رسالته ودوره في تنمية الوعي السياسي بالمجتمع في مختلف الظروف. وحول تفاصيل البرامج الإلكترونية التي أطلقها معهد البحرين للتنمية السياسية، تنضم معنا عبر الهاتف الشيخة منيرة بنت محمد الخليفة مدير إدارة البرامج والتطوير السياسي بالمعهد. مساء الخير شيخة منيرة، بداية ما الهدف من وراء تدشين برنامج الوعي السياسي الإلكتروني؟ مساء النور. برنامج وعي سياسي طبعا هو يسعى لنشر الثقافة السياسية بين المواطنين من خلال توعية الناس وتثقيفهم سياسيا والتعريف بأهمية المشاركة وطرقها ووسائلها وفوائدها للفرد والمجتمع. نعم. ويعمل البرنامج على تعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي، ويثري الحوار المجتمعي بما يضمن تحقيق المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل بلاد المفدى. طيب، كيف يمكن للجمهور الاستفادة من فعاليات هذا البرنامج التوعوي؟ طبعا الفكرة من البرنامج أنه يصبح المواطن لديه ثقافة سياسية واعية تمكنه من المشاركة الفعالة في الشأن العام،
وهذا النوع من البرامج تتضمن سلسلة من المحاضرات الإلكترونية لرفع الوعي السياسي لدى الجمهور. نعم. طيب متى ستنطلق فعاليات البرنامج وأيضا وعلى ماذا تحتوي؟ سوف ينطلق برنامج الوعي السياسي من يوم الأربعاء 1 أبريل الساعة 7 مساء كل أحد وأربعاء لمدة أسبوعين، وسوف يتضمن محاضرات إلكترونية في مواضيع مختلفة مثل إدارة الأزمات واحتوائها، الانتماء الوطني ودوره في تعزيز الولاء للقيادة، العمل التطوعي وعلاقته بالمواطنة، وحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، وغيرها من المحاضرات. نعم شيخة منيرة بنت محمد الخليفة، مدير إدارة البرامج والتطوير السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية، شكرا لك. شاركت مملكة البحرين في فعالية ساعة الأرض والتي تنظم في مختلف دول العالم في آخر يوم سبت من كل شهر مارس من كل عام، حيث تنطفئ الأنوار في العديد من الدول العالم لمدة 60 دقيقة ما بين الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة. وتفاعل المجتمع البحريني في مختلف المحافظات عبر إغلاق أنوار المنازل الخارجية لساعة كاملة، كما شاركت بالفعالية مبانا لعدة شركات وفنادق وعدد من الأبراج وسط العاصمة المنامة. وتعتبر هذه الدعوة أكبر فعالية مناخية في العالم من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة لرفع الوعي بخطر التغير المناخي من خلال تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير ضرورية لمدة ساعة واحدة. ولوحة الطقس محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.